عدم اهتمام الإنسان بصلاة الفجر خاصة. إذا كانت صلاة الفجر بجوار سريرك ولا تصلي إلا مرة أو مرتين في الأسبوع، وخمس مرات تصليها في بيتك، وصلاة الفجر تغيب، ولو كنت تصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء جماعة، إذا تركت وفاتتك وثقلت عليك صلاة الفجر فهذا دليل على ضعف إيمانك. مهما تقول ومهما تبرر، فإن الذي لا يقوم للوجه